السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد في قناتنا حكايات ومعلومات. النهاردة معادنا مع الخطيرة الأسبوعية ليوم الجمعة. النهاردة الخطيرة هنتكلم فيها عن الوصية اللي واحد لما بيحضره الموت أو إن هو قبل ما يموت بيعمل وصية. الموضوع ده موضوع مهم وهنتكلم فيه يمكن في أكتر من حلقة بعد كده. النهاردة الحلقة الأولانية على الوصية اللي هي الواحد بيوصي بيها قبل الوفاة. يعني في قصة جميلة أو مشهد أو لقطة موجودة في سورة البقر اللي هي سيدنا يعقوب لما حضر الموت، فبيقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدة ونحن له مسلمون. الوصية دي ما بنتكلمش، يعني هو الراجل قرب يموت مش هيقعد يقول له بقى ايه انت تاخد كذا وانت تاخد كذا والفلوس دي مش عارف ايه ودي كلام من ده، لا، هو الوصية بتاعته ان هو عايز يتأكد ان تربيته لأولاده جابت نتيجة، فهي اهم حاجة التوحيد. فسألهم سؤال عن التوحيد، يعني بيقول له ما تعبدون من بعدي، هي دي اللي عايز يطمن عليها قبل ما يموت، مش عايز يطمن على اي حاجة تانية. وهو تقريبا عارف الإجابة، بس هو بيوصيهم وعايز يتأكد إن دي أهم حاجة يسيبها لأولاده. فهو نبي وأكيد بلغ الفكرة دي أكتر من مرة ومأكد عليها، وإن التوحيد وربنا سبحانه وتعالى وكلام من ده، لكن حتى لغاية ما بيموت وهو متأكد إن هو أب واجبه طول السنين اللي ولاده لغايه ما كبروا كلام من ده، لكن هو دي اهم وصيه اي واحد قبل ما يتوفى لازم يكون وصلها لاولاده. على الرغم ان هو وصل لهم الكلام ده قبل كده اكتر من مره، لكن هي عمليه تاكيد، هي دي اهم وصيه ممكن الواحد يسيبها لاولاده، ان هو يوصيهم ان هم الايمان بالله ما يتفرطش ولازم يكونوا مسلمين لله سبحانه وتعالى. ده الكلام اللي هو الأول حاجة في الوصية اللي هي قبل ما نتكلم على فلوس وقبل ما نتكلم على ثروات وقبل ما نتكلم على تعملوا إيه في الدنيا، لا، أهم حاجة النجاة، وإن هي لازم يتأكد من مبدأ التوحيد ما تعبدون من بعدي. فهم ادوله الإجابة اللي اطمنوا وتريحوا وقالوا له نعبد إلهك وإله آبائك الله سبحانه وتعالى، ان هم اكدوا له ان هم هيمشوا على حسب وصيته. فدي وصيه مهمه جدا لاي واحد فينا، حتى لو هو قالها لازم يثبت المعنى ده لاولاده باستمرار، ان لازم اهم حاجه الايمان بالله والتوحيد بالله، لان هو ده اول حاجه لما بتعدي ممكن اللي بعدها نبدا نفتح الدفاتر، لكن لو الكلام ده مش متثبت يبقى بقى ربنا يستر. فهي دي نقطة مهمة جدا، حكاية التوحيد والربوبية لربنا سبحانه وتعالى اللي لازم كل واحد فينا يكون يقوم بواجبه ويقول الكلام ده لأولاده. أتمنى الفكرة تكون وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.